احتفلت جمعية بناة السد العالي بمرور 54 عاما على تحويل مجرى النهر. احتفالا بمرور 54 عام على تحويل مجرى النهر، أقامت جمعية بناة السد العالي ندوة بدار الضيافة بجامعة عين شمس بمشاركة عدد من خبراء هندية وكبار المهندسين الذين شاركوا في بناء السد العالي. احنا بنحتفل مرتين في السنة، مرة في بدء العمل في السد العالي في يناير من كل عام 9 يناير، ونهاية اللي هو تحويل مجرى نهر ديل في 15 مايو من كل سنة. طبعا ده بنتجمع وفي احنا بيتم تكريم الزملاء كلهم كل سنه. السنه اللي فاتت كرمناهم، والسنه دي كرمناهم في يناير بمناسبه المئويه بتاعه عبد الناصر، والسنه دي كمان في مايو كرمنا الباقيين، وفي دفعه تانية ان شاء الله هنكرمها في يناير القادم ان شاء الله. وتمثل ذكرى بناء السد العالي مرحلة فارقة في تاريخ الأمة لما شهدته من حروب سياسية واقتصادية وكفاح متواصل لبناء السد العالي والذي شارك فيه أكثر من 34 ألف عامل. لذا يحرص أعضاء جمعية بناة السد على توثيق شهاداتهم على مراحل بناء السد في الفترة ما بين 9 من يناير عام 1960 يوم بدء المشروع وحتى الافتتاح الرسمي للسد العالي في 15 من يناير عام 1971 لنقلها للأجيال الشابة وتعريف المهندسين الشباب العاملين بالسد وطلبة كليات الهندسة بالجهود التي قاموا بها لتنفيذ هذا المشروع الأكبر والأهم في تاريخ مصر الحديث. امتدينا وعملنا فرع في أسوان، ودخلنا فيه كل العاملين الحاليين في المحطات المائية والكهربائية في السد العالي في أسوان، وعملناهم أعضاء فيها واشتركوا فعلا فيها، وبنبتدي بردك بنعمل احتفاليات هناك في يناير ومايو من كل عام، والأعضاء هناك أكثر من هنا طبعا لأن هناك كلهم شباب كتير، يعني بالإضافة للكبار في السن كمان، وبرضك الأعضاء بتاع كلية الهندسة هي الطلبة بتاع كلية الهندسة. بنحاول إن احنا بناخد الناس اللي هم متخصصين في المحطات المائية، في محاضرات بنعملها وإن شاء الله هتتم بعد الامتحانات بس إن شاء الله على طول، في زي ما تقول اتفاقية مع هيئة التدريس بتاع جامعة عين شمس إن احنا هنعمل لقاءات مع إخوة زملائنا هيئة التدريس ومع أبنائنا الطلبة بحيث نعرفهم بالسد العالي. وتمثل ذكرى تحويل مجرى النهر انتصارا لإرادة الدولة المصرية لبناء السد العالي ولدرء مخاطر الجفاف والفيضانات، إضافة إلى توليد الكهرباء لدعم مسارات الإصلاح والتنمية في البلاد.